السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مهدي ابو العين من جروب مختصون في التبريد المنزلي. ده فيديو نمبر 2 اللي عاوز اكلمكم عن حاجه برضك مهمه بالنسبه للديب فريزر الكريازي اللي بعض الاعطال اللي بتقابل الفنيين. كلمه دونت دي معناها عدم التبريد. ومعنى كلمه عدم التبريد بيحتمل اكتر من احتمال واحد، اللي هو ضعف كومبروسر يعمل برضك كلمه دونت، تحريف في الشحنه يعمل دونت، سخانات بايظه تعمل دونت، او مروحه بايظه تعمل دونت. ممكن واحد يقول لي ده بالمروحه شغاله، لا خلي بالك في انواع بتقابلك او في بعض الاعطال بتقابلك المروحه بعد ما تشتغلها ربع ساعه او نص ساعه او تلت ساعه بتفصل الملف الداخلي بتاعها لما بيسخن ويفصل، وبعدها بنص ساعه او بساعه ثانيه يبدا يشتغل، فدي بتعمل لك دونت. في دو نوع يا جماعه، دي المراحل اللي معايا ديت او قدامكم اهيت بتاع الديب فريزر الكريازي بتشتغل عادي مفيش اي مشكله، وبعد نص ساعه من الشغل بتفصل، تقعد لها نص ساعه دقيقه او ساعه، فيبدا ان نسبه التبريد تقل في قلب الثلاجه او في قلب الفريزر داخل في قلب الفريزر من الداخل، وبيعمل لك مشاكل لان عامل التلج، والتلج بعد كده المروحه لما تيجي تشتغل تاني ما عادش بتوزع هوا تحت، فالحساس ما بيحسش فبيكتب لك دون. فارجو ان احنا نتبه برضك من شغل المروحه دي يا جماعه، لان لا عطل في معظم الفنيين او بعض الفنيين ما بياخدوش بالهم، اول ما بيتك على المفتاح يلاقي المروحه شغاله يقول لك العيب مش في المروحه، يبدا يبدل سخان ويبدل 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 كل حاجه ولسه العطل موجود. واتمنى ان كان فيديو بسيط، واتمنى ان ما كنتش طولت عليكم، وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم هدى أبو العنين من جروب مختصون في التبريد المنزلي.